فريكة حبيب القلب، فريكة هي القمح يا غالي. أول شي بدك تنقي الفريكة ظريفة لحتى تطلع معك الأكلة طيبة. ثاني شي بتجيب القمحات بتغسلهم، بس بتغسلهم للفريكات يعني، هي مو مثل الرز بتنقعه وكذا، لا يا غالي بس بتغسلهم. بعد ما تغسلهم بتجيبهم بتحط لك شوية سمنة بهالطنجرة، وبعد منها بتحط لك شوية لحمة ناعمة مشان تطلع النكهة طيبة. هي نصيحة مني، اوعى ما تعملها الله يرضى عليك. بعد منها بتجيبها اذا حبيتها مسقسة او منغنغة مثل ما بعملها انا، احط لك شوية لية مثلا كثير كمان بتعطيها نكهة اضافية وطيبة. بتقليهم كلهم مع بعضهم يا غالي، بعدين بتطج الفريكات فوق منهم بهالطنجرة. بعد منها بتصب مرقة اللحمة اللي سالق فيها الموزات انت بتكون، وبتغمرهم بقدر هيك نقرة صغيرة. وبعد منها يا غالي بتفلفلهم وبتملحهم والله يسعدك، حط لك قرصين ماجي مو غلط كمان طيبة. وبعد منها خلط لي اياهم ظبط لي امورهم، استناها لتنشف شوي صغيرة وبعدين بتغطيها وبتتركها من نص ساعة لساعة كاملة على هوا الفريكة، على هوا وضعها. في منها بتستوي بنص ساعة، في منها بساعة، في منها بساعتين، بتكون نوعيتها تعبانة، اصحك تجيبها واصحك تقرب عليها. أكلة غير شكل يا غالي، جربها وادعي لي والسلام.